بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم إخوتي الأعزاء الكرام متابعي ومشاهدي قناة الأحجار الكريمة وعلوم متنوعة. بحمد الله وفضله نحن نلتقي مجددا في أحضان الطبيعة الرائعة. في هذا الفيديو سأخذكم في نزهة للبحث عن الأحجار في هذه المناطق الجبلية الصخرية التي تشاهدونها، رافقوني لعلنا نجد ما فيه المتعة والفائدة لنا ولكم. باستمرار صعودنا في هذه الجبال وصلنا إلى هذه المنطقة، شاهدوا معي إخوتي الكرام، منطقة جبلية وصخرية تحيط بهذا الوادي الجميل الذي تشاهدونه. سنحاول استكشاف هذا الوادي والمنطقة الصخرية المحيطة به، منطقة رائعة الجمال كما تشاهدون. بدأت في البحث في هذا الوادي، بدأنا نجد بعض أحجار الكالسيدوني، حجر كالسيدوني مختلط الألوان، أيضا أحجار كوارتز كالسيدوني. سوف أصعد مع هذا الوادي وأبحث فيه قليلا، إذا وجدنا أحجار مهمة إن شاء الله عز وجل نعرضها عليكم. ما زلنا نتابع السير مع هذا الوادي. وجدنا هذا الحجر الجميل، حجر من العقيق الأحمر، شاهدوا معي إخوتي الكرام، ممكن قص هذا الحجر إلى شرائح وصنع قطع جميلة منه، فيه نفوذية للضوء، طبعا ليس شفاف لكن لونه أحمر جميل، ومثل هذا ممكن قصه إلى شرائح سماكتها حوالي 5 إلى 6 ملم، وممكن صنع قطع جميلة منه. نتابع سيرنا والبحث في هذا الوادي. بدأت أجد أحجارا من العقيق الأحمر كهذا الحجر الذي تشاهدونه في يدي الآن، هو نفوذ للضوء ليس شفاف لكن لونه أحمر جميل، ممكن صقل مثل هذا الحجر ممكن أن يصل سعره إلى 20 أو 25 دولارا، حجر بلون أحمر جميل. هو من أنواع العقيق الكالسيدوني الأحمر، وسبب اللون الأحمر هو غناه بأكسيد الحديد، وجود أكسيد الحديد في بنية السيليكا في الحجر. ما زلت أسير مع هذا الوادي وأجد أحجار عقيق بألوان مختلفة، هذا من العقيق الأصفر كما تشاهدون، من الممكن صقله لذلك سأحتفظ به. شاهدوا إخوتي الكرام، مع السير في هذه الجبال وصلت إلى هذا النهر الصغير كما تشاهدون، بسبب انحسار مياه النهر وقلة الأمطار في هذا الوقت من السنة انحسرت مياه النهر كما تشاهدون، وأصبحت الحجارة واضحة وبشكل جميل. هنا نلاحظ وجود أحجار من الكالسيدوني، سأحاول البحث عن أحجار شفافة وجميلة، إذا وجدت بعضا منها سأريكم إياها. انحسرت مياه النهر وتركت هذه الضفة كما تشاهدون مكشوفة، هنا يمكننا البحث بسهولة في ترسبات الأحجار لعلنا نجد أحجارا جميلة. شاهدوا معي كيف يسير النهر في هذه المنطقة الجبلية الصخرية. انظروا معي هنا، وجدت حجرا جميلا بلون أخضر، الحجر نفوذيته للضوء قليلة لكن ألوانه جميلة كما تشاهدون،
انخدش معي باستخدام الكالسيدوني، لم ينخدش باستخدام الحديد. لذلك أعتقد أن هذا الحجر نفريت جاد وهو ثقيل. أحجار النفريت جاد كثافتها تقريبا من 2.9 ولغاية 3.2. هذا الحجر عيبه أنه ليس شفاف وليس نفوذا للضوء. طبعا أحجار النفريت جاد لا تأتي شفافة، يمكن أن تأتي نفوذة للضوء، لكن سأحتفظ به. ألوانه جميلة، تختلط بين الأحمر الأخضر والأصفر كما تشاهدون، لذلك يمكن صقل هذا الحجر، لذلك سأحتفظ به. أحجار من الكوارتز الكالسيدوني، هذه من أنواع الفيلدسبار، وهذا حجر أيضا من أنواع الفيروز لكن منخفض النوعية بسبب تلطخه ببقع بنية، ولونه ليس مائلا للزرقة. مع السير والبحث في ترسبات الأحجار في هذا النهر الجميل صادفني هذا الحجر الجميل. شاهدوا سبحان الله، مكون من آلاف من البلورات المتراكبة الجميلة. حقيقة أنا لا أعرف ما هو، سأقوم في البحث في الإنترنت لاستكشاف نوع هذا الحجر، لكن شاهدوا سبحان الله ألوان رائعة وجميلة لهذا الحجر. يمكن أن يكون حجرا من اللازورايت، لكن لست متأكدا. ألوان جميلة ورائعة سبحان الله، ألوان بنفسجي وأزرق وذات لمعة رائعة كما تشاهدون. شاهدوا معي إخوتي الكرام، لا يمكنكم معرفة ما يمكن أن تجدوه في مثل هذه المناطق الجبلية الجميلة، لذلك كثفوا البحث. إن جرحتها هنا بسبب وجود شظية، الحجر فيه شظيات حادة، لكنه جميل رائع الجمال كما تشاهدون ما شاء الله. عينة جيولوجية رائعة، سأحتفظ بهذا الحجر الجميل لمعرفة نوعه. شاهدوا اللمعات الرائعة الساحرة له. هنا إخوتي الكرام وجدت هذا الحجر، شاهدوا فيه لمعة حبيبية. يسمى هذا النوع من الأحجار حجر النجوم، عند صقله تظهر فيه لمعة حبيبية كأنها بشكل نجوم. تابع سيرنا. لمحاولة تحديد مصدر الحجر الذي وجدته، هذا الحجر الذي فيه لمعات، صعدت في هذه المناطق الصخرية. شاهدوا معي في هذه العروق، أظن أنه سقط من مثل هذه العروق. هذه طبعا هشة. الحجر الذي وجدته صلب، لكن فيه عروق من الكالسيدوني كما تشاهدون. سأحتفظ بهذا الحجر ليس لأنه شفاف، ولكن لأنه موجود في عروق الزويسيت الأسود. هذه المنطقة غنية بعروق الزويسيت، وجدنا عروقا بلون أخضر مثل هنا مختلطة مع اللون الأسود، وهنا يوجد حبيبات بلون بنفسجي، لذلك سأخذه معي وأحاول حساب كثافته. أظن أنه كالسيدوني، لكن من يعلم، ربما يكون زويسيت بلون بنفسجي. هو ليس شفاف لكنه نفوذ للضوء، لذلك سأحتفظ به وأقوم بحساب كثافته. شاهدوا معي أين أخذني المسير. أحاول البحث في هذه التشكيلات الصخرية وترسبات الأحجار المتساقطة منها. شاهدوا معي إخوتي الكرام ما وجدته الآن، هذا غالبا حجر من الزويسيت الوردي، فيه نفوذية ضعيفة للضوء لكن لونه جميل جدا. سأحتفظ به وأقوم بحساب كثافته للتأكد من نوعه. ربما يكون جاسبر أحمر لكن لا أعتقد، أعتقد أنه زويسيت وردي اللون في هذه الطبيعة الساحرة. إخوتي الكرام، هو الحجر الجميل الذي وجدناه في هذه النزهة، حجر رائع جميل. لا أعرف ما هو حقيقة، لكن سأحاول البحث عنه في الإنترنت وأيضا حساب كثافته وقساوته لتحديد نوعه. في نهاية هذا الفيديو أتمنى أن يكون الفيديو قد حاز على إعجابكم.
إلى أن نلتقي في فيديو قادم بإذن الله عز وجل، أتمنى لكم ولي الخير والصحة والعافية والرزق الحلال الطيب المبارك من الله عز وجل. بأمان الله وحفظه أستودعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.